الطريق. دكتور محمد بيقول ان في المخابرات ممكن تتدخل في المخابرات، هل نستطيع ان نقول ان هناك تعاون ما بين المخابرات القطريه التركيه لهذه الضربه علشان تسجل بها شيء علني بحيث ان هي تقدر تدخل الناتو من خلالها؟ بصي انا مش هعمل زي الامريكان وادي اتهام قبل التحقيق للحكومه السوريه، ده اللي عملوه امريكا وانجلترا وفرنسا دلوقتي، فانا مش هقدر ادي اتهم هو مين من المخابرات. انا بقول ده احتمال سيناريو قائم ان يكون الاولاني ان ما يكونش فيه اصلا استخدام للسلاح الكيميائي، وده لان المعلومه الوحيده جايه من المعارضه اللي هم ادعوا ان في 1400 واحد اتقتلوا بهذا السلاح. الحاجه الثانيه انه لا يكون فعلا في حد استعمل السلاح الكيماوي من خارج القوتين، حتى يعني خارج حتى المعارضه، وهو ده اللي استعمله وضرب بيه لانه عايز يعمل فتيل يولع بيه الدنيا. وبالتالي الامريكان طبعا جريوا بالاسطول بتاعهم واقف، تركيا ما صدقت، والحقيقه موقف في منتهى الغرابه، يعني بيقولوا دلوقتي ان احنا مشاركين معاكم يا امريكان. انا مش فاهم تركيا دي بقت ايه، بقى احدى ذيول الغرب يعني اللي بينفذ سياساتهم يعني. فاتخيل يعني انه العالم هيعرف الحقيقه، ولو فعلا كان المقاومه دي هي اللي استعملت يبقى هتبقى كارثه، لان هنشوف قد ايه ممكن هذه المقاومه وضيعه انها تموت الناس اللي مفروض معاها او تموت الشعب باعداد الضخمه دي وتدعي على التانيين عشان مجرد ياخدوا مركز قوه يعني. طب عفوا يا دكتور، دلوقتي كل العالم سيعرف الحقيقه. للاسف الشديد دائما العالم يعرف الحقيقه متاخرا. يعني مثلا في العراق بعد تدمير العراق قال والله ده ما لقيناش اسلحه دمرش يعني وكده. فدي نقطه، هذا يعني اننا داخلين في طريق تدمير سوريا تماما، مثلها مثل العراق، وتقسيم سوريا مثلما تم تقسيم العراق، وكان يعني نقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الوقوف فيه. هل هذا هو المطلوب دكتور؟ السيناريو بتاع العراق، الامريكان هم اللي كانوا بيدعوا كذبا بوجود اسلحه الدمار واحياء البرنامج النووي والى اخره، وبمساعدة مع الوكالة ومديرها. لكن احنا كنا خبراء فنيين، كنا بعد التفتيش اللي هو زي لجان التفتيش الموجودة دي، لا اتمنى ان السياسة ما تخشش فيهم، احنا طلعنا تقاريرنا كلها بينفي جميع الاتهامات الامريكية وانها اتهامات كاذبة، وان العراق لا يملك اي اسلحة ولا عنده خطة لاحياء ولا عنده قدرات لاحيائها. لكن حرب كاملة، مليون شهيد في العراق، بعد سنه كامله من التحقيق والبحث، والامريكان بعتين بقى والامم المتحده بعت كل اللجان، يطلع في النهايه مفيش حاجه يثبت ان الكلام اللي احنا كنا قلناه كمفتشين للوكاله الدوليه احنا كنا بنقوله صح، ولكن المدير المسيس مع الاسف كان بيغير اللغه اللي احنا كنا بنكتب بيها. اللي هيحصل ده الكلام ده في سوريا ده قائم جدا، بس انا شايفه ان دلوقتي اكثر وضوحا بكثره. يعني الاتهام الامريكي اللي كان بيمهدوا له بان سوريا بتعمل مفاعل نووي عشان تعمل قنابل ذريه، واللي اسرائيل ضربته في 2007 والبرادع واللي معاه وجه اتهام لسوريا بناء على معلومات مخابراتيه وهي كانت اكذوبه كامله، وثبت دلوقتي حتى انها اكذوبه، بيتكرر دلوقتي في السلاح الكيماوي. انا زي ما قلت يا جماعه شغلوا عقولكم، سوريا عندها لو كان عندها فعلا او اعتقد ممكن يكون عندها سلاح كيماوي ما استعملتوش ليه بقالها اكتر من سنتين في الحرب دلوقتي مع المعارضه الا اليوم اللي المفتشين يجوا فيه؟ ليه؟ هل هذا يعقل يعني؟ في جزئيه ثانيه يا دكتور، يعني إذا افترضنا جدلا إن السلاح الكيميائي فعلا اتضرب من خلال سوريا، فهل فعلا ممكن يخلف فقط وفاة 1400 شخص غير معروف الجثث، ولا هل ممكن يكون الدمار شامل؟ ده جزئية. الجزئية الثانية، شهرين أو شهر وشوية إسرائيل فعلا ضربت سوريا، وإسرائيل ضربت سوريا ولم نرى أي من
بالرغم من ضرب اسرائيل الجزئيه الاولانيه، هل فعلا لو وجود لو تم ضرب الاسلحه الكيماويه هل هتخلف هذا العدد الضئيل من الناس؟ يعني 1400 برضه بالنسبه لسوريا ما ممكن باي سلاح يفقد 1400. الجزئيه الثانيه ان من حوالي شهرين ضربت اسرائيل سوريا، ومع ذلك المجتمع الدولي لم يتحرك. لماذا تحرك؟ لا، من شهر ومن سنتين. فلم يتحرك، وهي الواقع قريبا، فلماذا يتحرك الآن ولم يتحرك منذ شهرين أو شهر ونصف؟ يعني تمام. طيب أنا الأول السلاح الكيماوي عايز أبسطه ليكوا للناس. السلاح الكيماوي أخطر ما فيه هو ثلاثة، غاز الخردل وغاز ال في اكس وغاز ثالث مش متذكر اسمه بس ضايع مني. الغازات دي هي غازات وسوائل، على شكل غازات وسوائل، تاثيراتها بتبقى تاثيرات فرديه شخصيه، يعني بتاثر على الافراد، وما مش زي البيولوجي بقى، ما بينتقلش من واحد للتاني، فهي لو مجرد شمها بتأثر على جهازه العصبي والتنفسي، وبيؤدي غالبا بالذات البي اكس ده الى الوفاه. الخردل اقل شويه. يعني من الممكن ان سوريا تكون بتملك هذا لان هو صناعته سهله، لكن تعالي بقى نمسك على مدى التاريخ ومدى تدميره واستخدم امتى. هذا السلاح استخدم من عصور قديمه جدا، لان السلاح الكيماوي ده ما كانش حاجه صعبه، بيحضروه يعني كيمياء. الحرب العالميه الاولى تسببت في مقتل حوالي 1,000,000 بسبب هذا السلاح الكيماوي، هي كانت قويه جدا في الحرب العالميه الاولى، لم تستخدم في الحرب العالميه الثانيه، لكن استخدمت في اباده الهنود الحمر، كان الامريكان بيستعملوه. استخدمت مع الاسف من النظام العراقي صدام حسين، استخدمه في قريه حليجه في الاكراد، القرده الكرديه دي، موت مباشره 5,000 واحد واصاب عشرات الالوف، وبعدها حتى قال لك وصلوا القتلى الى ما يقرب من 10,000 واحد. طبعا هو هناك كان استخدام مفرط الحقيقه يعني، وكان قاتل جدا. نيجي نقول انه طيب يعني ال 1400 دول في سوريا، ده رقم معقول حسب الكمية انت بتموتي، وبرضو حسب السرعة في العلاج. هو علاج حاجات سهلة يعني، مجرد سوائل وبيخبي وشك بيعمل بتاع حاجات. الخردل اعتقد علاجه مش صعب قوي، لكن الفي اكس ده علاجه صعب. فدي الخسائر اللي اذاعتها المعارضة. أنا ممكن لسه بقول إن ممكن القصة دي كلها متفبركة، وإن الأعداد دي كلها غير سليمة ولا حاجة يعني. فمن هنا كان حجم السلاح الكيماوي غير منطقي. وبعدين سوريا دلوقتي بتحارب مين يعني؟ هي هترمي على مين؟ هترمي على الشعب عشان تموت 1400 واحد مدني، أطفال ونساء وبتاع، هيكسبوا إيه في الحرب دي؟ مش هتيجي حاجة. الحاجة التانية قبل ما ننساها، من يومين بس اعلنوا الجيش الحر ده انه وصل له من خلال تركيا 400 طن سلاح، من الاسلحه 400 طن. احنا بنتكلم دايما المساعده الامريكيه لمصر في السلاح، بتكلم على مثلا 20 25 طن 30 طن. تخيلوا 400 طن سلاح يسلم ليد المعارضه، يعني ده قطعا يعني بيقوعه عن اي جيش عادي حتى. فإذا النهاردة نعرف إيه المصلحة، وهي أمريكا مصلحتها إيه يعني في تسليح فريق معين، مجرد لأن البلد لازم، عايزين البلد دي عمرها ما تقوم لها قائمة. وأنا بؤكد من الآن، اليوم اللي هيسقط فيه النظام السوري، اليوم اللي هتقوم حرب أهلية بين الجيش الحر ومجموعاته المختلفة، وبصورة خاصة الجماعات الإسلامية المتناقضة معاه تماما. يعني دول ناس جايين، ولا 90% مرتزقه جايين لي من كل حته دلوقتي، هيتناقضوا مع بتوع النصره الاسلامي، مع وبالتالي انتهت سوريا زيها زي العراق.
زي ما هم بيحاولوا في مصر وتونس واليمن.